وإلى لبنان، حيث أعلنت مصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية جنوب لبنان. وأضافت المصادر أن الضربة الإسرائيلية تعد أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر، ولم تشر المصادر إلى سقوط ضحايا جراء تلك الضربة. كان تبادل للقصف وإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله مقتصرا حتى الآن على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.